السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من ملتقى الفكر الاسلامي والذي ياتي برعايه كريمه من فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. في هذه الحلقه نتحدث عن اتقان العمل. والحقيقه في هذا الامر يطول مجموعه من الخطوات الهامه جدا والعناصر الهامه جدا التي لا بد ان يتحلى بها الانسان في كافه امور حياته اتقان العمل ليس فقط اداء العمل ولكن كما جاء في حديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء لا بد أن تتقن هذا العمل بشكل من الجدية بشكل من المهارة بشكل من الفكر الجديد حتى يتسع الأفق ولا يكون هذا العمل عمل تقليدي يؤدى للحصول على راتب فقط ولكن لا بد أن يكون هناك حالة من حالات التجديد الدائم حالة من حالات الاتيان بكل ما هو مفيد للنفس وللآخرين في هذا الشأن نتحدث عن اهميه اتقان العمل واهميه ايضا التهاون بعدم اداء العمل كما يجب ان يكون. اتشرف بوجود ضيوفي الكرام فضيله الاستاذ الدكتور هاني تمام استاذ الفقه المساعد بجامعه الازهر الشريف وايضا فضيله الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزاره الاوقاف لشؤون البر والاوقاف اهلا بحضراتكم كل عام وحضراتكم بالف أهلاً خير اهلا, بألف أهلاً بخير استاذ ابدا مع فضيلتك فضيله الاستاذ الدكتور هاني تمام ونؤكد ونؤصل لفكره العمل في الاسلام واتقان هذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وفخرنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد في الحقيقة هناك وظائف للإنسان ينبغي أن يهتم بها وينبغي أن يحتاط في فعلها كما ينبغي وكما أراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يخلق العبادة سدى، إنما خلق العبادة لأجل وظائف محددة ومعينة أرادها سبحانه وتعالى وطلبها منهم. وربنا سبحانه وتعالى آه هذه الوظائف تقوم على آه عماره الارض وعماره النفس وعماره القلوب وعماره البلاد آه وتزكيه الاخلاق وتنميه الاخلاق وهذه الوظائف ممكن آه ان تجمل في ثلاث وظائف آه مهمه او ثلاثه امور مهمه أول مبدأ أو أول وظيفة أو أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى طلبها من عباده هي وظيفة العبادة قال سبحانه وتعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ} ده أول مبدأ ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه يعني لم يخلق الله سبحانه وتعالى العباد للاكل لاجل الشرب والاكل الطعام والشراب والنوم وكل هذه الامور، لا، في مبدا اساسي لازم ناخذ بالنا منه وهو مبدا العباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المبدا الثاني مبدا العماره. عماره الارض. العمل والسعي لتحصيل الرزق ولعماره الاكوان. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى صرح به في قوله هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم عمارتها. كل واحد وظيفته ان هو يعمر الكون من خلال امكانياته، من خلال عمله، من خلال الوظيفه الموكوله اليه. المبدا الثالث هو مبدا التزكيه، تزكيه النفس. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى دول ثلاث أشياء مهمة، ثلاث وظائف مهمة، كل واحد فينا ياخد باله منهم كويس أوي. مبدأ العبادة، مبدأ العمارة، مبدأ التزكية. وفي الحقيقة العمارة أو العمل له قيمة عالية وعظيمة جدا جدا في ديننا الإسلامي الحنيف. هو أحد أهم الوظائف المطلوبة من كل واحد فينا وربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العباد إلى قيمة العمل وإلى أهمية العمل وإلى إتقان العمل فليس المراد هو العمل وفقط إنما المراد العمل مع إتقان العمل أول حاجة العمل له قيمة عظيمة جدا العمل ده بمثابة عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فالعبادة مش صلاة وزكاة وصوم فقط العبادة أيضا تنسحب على العمارة على العمل إذا قصد الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل في الحديث الشريف سيدنا النبي كان جالس مع عاد الصحابة فمر عليهم شاب جلد قوي فقال احد الصحابه يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله يعني لو ان هذا الولد وهذا الشاب القوي انضم معنا للجيش وللقتال في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم معلما ومفهما الصحابه الكرام والامه من بعدهم مفهوم الجهاد الواسع ومفهوم في سبيل الله الواسع وعدم قصره على الحرب وعلى القتال فقط فقال صلى الله عليه وسلم ان كان خرج يسعى هذا الولد على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله يعني لو كان خارج عشان ينفق على ابوه وعلى امه فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، بيصرف على أولاده كذلك هو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، خارج يشتغل ويعمل ويكدح ويجد في طلب الرزق حتى يعف نفسه عن السؤال فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان يبقى هنا سيدنا النبي بيعطينا قيمة عظيمة جدا وهي أن العمل الصادق الصالح والسعي لطلب الأرزاق وللكف عن سؤال الناس هذا يعد في سبيل الله أحد الصالحين قال لحملي الأحجار الثقالة من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال قالوا لي في الكسب عار قلت العار في ذل السؤال يعني الإنسان يشتغل أي شغلانة يعم يشتغل في أي عمل يقوم يعني يقوم بأي وظيفة المهم أن تكون وظيفة شريفة وعمل شريف وعمل محترم يرضي الله سبحانه وتعالى ويعف بنفسه عن سؤال الناس وعن الوقوف على باب غير باب الله سبحانه وتعالى لذلك مما يروى ايضا عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لحفر بئرين بابرتين وده امر صعب او يعني يكاد يكون مستحيل ان واحد يحفر بيرين بابرتين لحفر بئرين بابرتين ونزح بحرين بغربالين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين وغسل عبدين أسودين حتى يصير كأبيضين أحب إلي من أن أقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عينه كل ده مع استحالته ومع صعوبته ومع خطورته أحب عند سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إن هو يقف على باب غير باب الله يسأل فيه يعني يتسول فيه المال ويسأل فيه المال ويكون السؤال موجها إلى غير الله سبحانه وتعالى يبقى هنا عندنا قيمة العمل قيمة عظيمة جدا سيدنا النبي وجهنا لها والصحابة الكرام أيضا والعمل عبادة كما نقول لأننا بش اشتغل وبعمل وبجد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لرزق الله سبحانه وتعالى وهنا في نقطه مهمه عايزين ننبه عليها وهي الفرق بين العمل وبين الرزق الفرق بين السعي وبين الرزق كل واحد فينا مطالب بالعمل مطالب بالسعي مطالب بالجد والاجتهاد في هذا الامر اما مساله الرزق فهذا امر اخر هذا بيد الله سبحانه وتعالى وحده يعني عملك شيء ورزقك شيء اخر ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه السياق كان يقتدي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها أنا بشتغل في الأرض عشان أكل من رزقها ربنا قال لنا لا أنت مطالب بالسعي وبالعمل وبالجد والاجتهاد وعمارة الكون لكن رزقك عند الله سبحانه وتعالى طب أنا بشتغل لي بعمل ليه قال أنت بتشتغل عشان الشغل بتاعك ده والعمل بتاعك ده عبادة أنت مثاب عليه من الله سبحانه وتعالى لأنك أنت بتقوم بوظيفتك اللي هي وظيفة العمارة اللي ربنا طلبها منك فأنت تقوم بهذه العبادة وبهذه الوظيفة الموكولة إليك أما الرزق ده فبيد الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه من رزق الله مالش من رزق الأرض لأن الرزق عند الله سبحانه وتعالى وفي آية تانية قال ألوى في السماء رزقكم وما توعدون طب احنا بنشتغل في السماء ولا في الأرض احنا بنشتغل في الأرض لكن ربنا قال السماء هي الرزق يعني الرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى أنت مطالب بالسعي في الأرض وبعمارة الـ الـ الأرض وبعمارة الكون لكن رزقك عند الله سبحانه وتعالى وده ينبهنا لنقطة آآ آآ مهمة جدا وهي أن ممكن أن أنا أشتغل لكن الرزق يكون قليل مربطش بين الرزق وبين السعي أو بين الرزق وبين العمل رزقك مكفور عند الله سبحانه وتعالى اشتغل واجتهد وقم بوظيفتك في عمارة هذا هذا الكون واعلم بأن شغلك هذا وعملك هذا كل ده عباده تثب عليها حتى لو لم ترزق الرزق الـ 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 الوفير الذي تنتظره لأن رزق ربنا يأتي قد يأتي للإنسان بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ممكن يأتي رزق للإنسان دون عمل ورث مثلا ميراث معين واحد يعني عطاله هدية معينة فهذا رزق من غير تعب لكن التعب والجد والاجتهاد والعمل ده من باب العبادة أما الرزق فده شيء آخر فالعمل عبادة مثابون عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى لكن بشرط أن يكون هذا العمل متقنا يرضي الله سبحانه وتعالى إتقان العمل ده شيء مهم جدا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ليس المجرد ليس الـ 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 المراد هو العمل وفقط إنما المراد الإحسان وإتقان العمل لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني أي حاجة بنقوم بها ينبغي أن نقوم بها على أحسن وأتم وأفضل ما يكون هو ده المطلوب مش المطلوب ان انا اشتغل وخلاص ان انا اعمل عمل وخلاص ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاي عمل موكول الي انا مسؤول عنه امام الله سبحانه وتعالى وبالتالي لازم اشتغل كويس ولازم اقوم به على الوجه المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ده حتى في امور العباده يعني العباده نفسها أنت وأنا وكل واحد فينا مطالب بإتقانها لأن ده عمل. فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عبادة بسيطة جدا كلنا بنعملها كل يوم اللي هي عبادة الوضوء اللي بعض الناس للأسف يتهاون في هذه العبادة. فسيدنا النبي يقول من توضأ فأحسن الوضوء. دايما هنلاحظ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء دايما يربط الوضوء بالإحسان. دايما يربط الوضوء بالإتقان دايما يربط الوضوء بالإسباغ إنك أنت تعمل الوضوء صح كما ينبغي مش مجرد تغسل إيديك ووشك ورجليك وخلاص من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى مقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة يعني هنا سيدنا النبي بيعطينا قيمه ودرس عظيم جدا ان سبب النجاح ممكن يكون امر بسيط جدا بس الامر البسيط ده مرتبط بالاتقان انك انت تتوضا كويس وتحسن الوضوء وتتقن الوضوء وبعد كده تقوم تصلي ركعتين باتقان واحسان وتقبل في هذه الصلاة على الله بقلبك ووجهك يعني لا تشغل نفسك بأي شيء إلا الله سبحانه وتعالى وجبت لك الجنة وهنا سيدنا النبي على فكرة ما حددش المدة ما قالش تصلي في ساعة أو في ساعتين لا ممكن تصلي ركعتين دول في خمس دقائق ممكن تصليهم في عشر دقائق على حسب طاقتك وعلى حسب إمكانياتك لكن العبرة العبرة هنا بالإتقان انك انت تتقن افعال الوضوء صح وتتقن افعال الصلاه صح فسبحان الله تنال اغلى حاجه الانسان بيتمناها وهي الجنه عشان كده برضو فيه لفته مهمه جدا في الصلاه القران الكريم اشار اليها ربنا لما تحدث عن الصلاه ليه؟ قال قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقم الصلاه واقيموا الصلاه دايما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الصلاة بلفظ الإقامة ما فيش آية بتقول لنا صلوا ما فيش آية بتقول لنا أدوا الصلاة كل الآيات التي تتحدث عن الصلاة تتحدث عنها من خلال لفظ الإقامة أقيموا ليه أقيموا؟ الآل إن الإقامة لها معنى في اللغة الإقامة في اللغة معناها الإتيان بالشيء على أحسن وأتم وأكمل وأتقن صورة من حيث الظاهر والباطن إنك أنت تصلي صلاة صحيحة مضبوطة متقنة من حيث الظاهر والباطن من حيث الظاهر إنك أنت بتعمل الحركات بتاع الصلاة كويس قوي إنك أنت بتقرأ كويس إنك أنت بتسجد كويس إنك أنت بترجع كويس كل ده بتعمله بأمور متقنة وفي نفس الوقت القلب عندك حاضر وخاشع لله سبحانه وتعالى ومستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى مش منشغل بحاجة تانية غير الصلاة هي دي الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها مش المجو... مش العبره ان انا اقوم اصلي و... واركع واسجد وما فيش اتقان عندي في افعال الصلاه فالاقامه معناه الاتيان بالشيء على احسن واتم واكمل وأتقن صوره من حيث الظاهر والباطن هل لاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى دايما يحب الاتقان في كل شيء حتى في باب العباده وكذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب يحب الاتقان في كل شيء لان الغرض هو فعل الشيء كما ينبغي كما أراد الله وكما أراد رسول الله مش مجرد فعل الشيء آه وفقط ففي الحقيقة عمارة الكون العمل آه إتقان العمل كل دية من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وجه آه لها الإنسان وأمر بها الإنسان وأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكفي أن نعمل فقط إنما لابد مع العمل من الإتقان ان الله كتب الاحسان على كل شيء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاذا عملت اي عمل لازم تتقنه ابتغاء مرضات الله ولازم تعرف ان اتقانك للعمل ده عباده انت تثاب عليها امام الله سبحانه وتعالى وان اي تقصير في عملك وفي اتقانك لعملك للأسف برضو هتتحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى وأي تقصير في عبادة بتأديها لله سبحانه وتعالى هتتحاسب عليها عشان كده مثلا لما نيجي مثلا في شهر رمضان سيدنا النبي يقول لنا رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش لأن العبرة مش مجرد امتناع عن الطعام وعن الشراب بس العبرة أنك أنت تتقن الصيام ده تتقن الصيام تمتنع عن كل حاجه تغضب ربنا في الصيام وتعمل الحاجات اللي ربنا طلبها منك اللي هي ايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فانت مش هتقدر توصل لمرحله التقوى دي اللي ربنا فرض من اجلها الصيام عليك الا اذا اتقنت الصيام من حيث الظاهر ومن حيث آآ آآ الباطن وقس على ذلك في زكاتك خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها الصدقه تطهير للمال وتطهير للنفس وتطهير للمجتمع كله للغني وللفقير للغني بتطهر الغني من القبائح والرذائل وبتطهر المال بتاعه وبتطهر الفقير من الحسد والكراهية والبغضاء فالفقير لما الغني يدير الفلوس هذا الفقير لن يحقد عليه ولن يحسده ولن يكره ما عنده بل بالعكس سيدعو الله سبحانه وتعالى له فده معنى التطهير والتزكية في في الزكاة ده كله يكون إمتى أو متى نتحصل على هذه الثمرة نتحصل على هذه الثمرة إذا الإنسان أتقن عبادة الزكاة وحسب الزكاة بتاعته صح في موعدها الصحيح وحسب الأنصبة صح وقام بها كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام فتح الله عليكم فضيلة الدكتور هاني تمام والحقيقة في حديث دكتور هاني تمام نلخص مجموعة من النقاط التي جاءت فيها هذا الحديث وان الله عز وجل خلق الانسان من اجل ثلاث وظائف العباده وعماره الارض وايضا تزكيه النفس. دكتور هاني تمام فرقها بين السعي وبين الرزق وان هناك معنى مخالف كل الاختلاف بين السعي وبين الرزق وان العمل او اتقان العمل يعد كخروج في سبيل الله عز وجل ولكن انتقل بسؤالي لفضيله الشيخ محمد عيد الكيلاني وكيف يكون اتقان العباده او اتقاننا للعباده سبيل لاتقان العمل تفضل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول صلح. الله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد عطفا على كلام الاخ المحترم الاستاذ الدكتور هاني الله الذي صال وجال في موضوع اراه في غايه الاهميه وخاصه مع وقع الحياه السريع الذي يمتاز بالسرعه في كل شيء خلونا نقول التعريفات المحدده او المفاهيم لو وصلنا الى تعريفات محدده ربما انها تعيننا على فهم الموضوع وكن الحقيقه العمل معناه ايه معنى العمل هو بذل الجهد بما يتوافق مع الشرع والدين بذل الجهد اي انسان بيبذل مجهود ضابط هذا المجهود ان يتوافق مع الشرع الحنيف ومع الدين قد يكون المجهود اللي الإنسان بيبذله مجهود جسماني أو بدني، وقد يكون مجهود ذهني أو فكري. المجهود الجسماني والبدني يسمى عمل. والمجهود الذهني والفكري أيضا يسمى عمل. هنخرج من التعريف إلى تحديد مفهوم ربما أن يعين في فهم القضية. المفهوم الذي نريد أن نتوقف أمامه ما هي الحقوق والواجبات في العمل؟ ايه حقوق العامل؟ وايه الواجبات اللي الدين والشرع بيمليها عليه؟ حق العامل اللي بيشتغل سواء بقى بمجهود بدني اللي هو قلنا عليه المجهود الجسماني او مجهود ذهني حقه ان يعطى الاجر على العمل وده مبدا من مبادئ الدين الاسلامي العظيم اللي سيدنا محمد قال: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فإعطاء الأجر على العمل أو تقاضي الأجر على العمل ده حق مكفول. هنقف مع أمثلة من القرآن الكريم نعرج عليها سريعا. المثال الأول سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى وهو في المدينة وجد اثنين بيتصارعوا ويتقاتلوا هذا من شيعته وهذا من عدوه واحد من الاثنين استغاث بسيدنا موسى فسيدنا موسى تدخل عشان يفض الشجار بينهم فوكز احدهما فمات فلما مات وصل الخبر الى اقصى المدينه والقران بيصور بقى التعبير الجميل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين بإيجاز شديد سيدنا موسى خرج من المدينة وفضل ماشي كده وهو خايف وعمال يترقب برضو من جمال التعبير القرآني معنى يترقب يعني عمال يتلفت وراه يمين وشمال لا يكون حد بيتتبعه عشان يأذيه فضل سيدنا موسى يتحرك ويتنقل إلى أن وصل إلى بئر ماء مدين جلس تحت شجره يستظل بظلها ويستريح من عناء المشي فوجد منظر مع غروب الشمس لفت انتباهه. وجد ان الرعاه كل واحد جايب الانعام بتاعته عشان يسقيها من بئر ماء قريب من الشجره اللي هو كان قاعد تحتها. بس وجد منظر استدعى ان يتدخل موسى. وجد من دونهم امرأتان تزودان مش قادرين يزحمهم ومش قادرين يدخلوا بير الميه عشان يسقم ما معهم من انعام سيدنا موسى بشهامه ومروءه قام من مقامه واقترب منهما وسال سؤال واحد يعني كلمات مختصره جدا سجلها القران الكريم قال في سؤاله ما خطبكما احنا بنتوقف امام سؤال سيدنا موسى الاجابه كانت بقدر السؤال قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير لو ان البنتين قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لاكتفت الاجابه على سؤال موسى ولكن عشان يقطعوا عليه اي كلام واسترسال في الكلام قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير أظن الإجابة كده كانت إجابة كافية سيدنا موسى فسقى لهما وبعد ما صنع المعروف عاد إلى حيث كان يجلس تحت الشجرة ودعا ربه وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لأنه حس وعمل عمل معروف في حد من الناس وبيدعي ربنا ان ربنا وفقه الى صنع هذا الخير دقائق معدوده ودي اللي احنا عايزين نقف عندها فجاءته احداهما تمشي على استحياء كلام كتير قوي في الجزء ده من الايه ولكن احنا عايزين نوصل للي احنا المعنى اللي عايزين نقف قدامه فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يبقى يجوز إن أنا آخذ الأجر على العمل وده حق من حقوق العامل إن هو ياخد الأجر على العمل ولما يأخذ الأجر على العمل يأخذ الأجر كامل غير منقوص وعندنا زي ما قلنا في أول كلامنا حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق بل بالعكس ده ربما ربما إن الإنسان لما يعطي الأجير أجره ربما إنه هيثاب إثابة قد لا يرتقي إليها بعمله الصالح وهنقول كده مثال سريع أذكر حضرات المشاهدين به بأن في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث طويل عن ثلاثه اووا الى كهف من الكهوف او مغاره في جبل فلما اوى الثلاثه الى المغاره ليبيتوا فيها وقعت صخره من اعلى الجبل فسدت باب الكهف او باب المغاره فادركوا انهم سيموتون لا محاله وليس لهم الا الله كل واحد منهم يتوسل الى الله بعمل صالح فعله فيما بينه وبين الله كي يفرج الله عنهم ما هم فيه الأول قال يا رب كان لي أبوين كبيرين وكان لا يطعم إلا مني من خلال أنا بأدب لهم الطعام وفي ليلة عاد إليهما فوجدهما نائمين فأمسك بالطعام ووقف بجوارهما واستحيا أن يوقظ أبويه من النوم وظل واقفا حتى استيقظ فلما استيقظ قدم لهما الطعام فقال يا رب إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله جزءا من الصخر الثاني في الحديث كانت له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا وراودها عن نفسها فابت الا الى ان نزلت بها نازله وضاقت بها الامور واحتاجت الى مبلغ من المال فمدها بشيء من الذهب ثم راودها عن نفسي عن نفسها وبينما هو يهم بالمعصيه وحين مكنته من نفسها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقال يا ربي فانا نهضت ابتغاء وجهك الكريم ان كنت قد فعلت ذلك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله الجزء الثاني من الصخر اللي احنا عايزين نقف عنده الجزئيه الثالثه من الحديث اللي هو راجل استاجر بعض الناس لاداء عمل فاعطى كل منهم اجره الا واحدا انصرف وترك اجره. الرجل ما اخذش الاجر بتاعه. ثم عاد بعد حين من الوقت مر الشهر والاثنين وبعد فتره عاد الرجل. فطالب صاحب العمل باجره. قال له اديني اجري. فقال اذهب الى هذا الوادي فاجرك فيه. فوجد في الوادي كما كبيرا من الابل والبقر والغنم فقال الاجير لصاحب العمل اتهزا بي قال ابدا هذا هو مالك وهذا هو اجرك ادخرته لك فكثر وزاد فاخذ الرجل ما وجد من البقر والغنم ومن النعم وقال وهو يذهب سعيدا فرحا قال جزاك الله عني خير فكان توسل الرجل بهذا الصنيع إلى الله فزال الكرب بأنه أعطى الأجير كامل أجره ولم يطمع في شيء هذا عن الحق أما عن الواجب فالواجب إتقان العمل الواجب أن نؤدي العمل بأمانة شديدة وإتقان العمل ليسمح لي المشاهد الكريم لا يكون الا من خلال شيء واحد هذا الشيء نحن في حاجه ماسه اليه هذا الشيء هو مراقبه الله عز وجل واقصد بمراقبه الله الا ينظر العامل الى صاحب العمل وهذا شان الكثير واقول الكثير لاننا راينا ذلك في ميادين العمل راينا من لا يعطي العمل حقه ووقته الكاملين وراينا من لا يتقن عمله وان وجدت سببا لسبب هذه الفوضى سيقول لك على الفور انا اعمل على قدر الاجر الذي اتقاضاه او هذا ما يتناسب مع ما اعطاه من اجر. كل هذه دعاوى يدخل بها الشيطان على العامل ليلبس عليه الحق بالباطل. واقول نحن في حاجه الى مراقبه الله. نحن في حاجه الى اتقان العمل، وبلادنا لن تنهض الا باتقاننا كل في ميدان عمله. وقد راينا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتقنوا اعمالهم وحينما راقبوا ربهم سادوا العالم باسره وانتشر نور الخير والفضيله في كل بقاع العالم انظر الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقن اصحابه درسا في الاتقان حينما كان حبيبنا محمد يطوف بالاسواق. كان يطوف بالاسواق ليراقب حركه البيع والشراء وليوجه الناس بالفضيله وبالخير وبالحق وبالنور وبوحي السماء فوجد رجلا يعرض برا اللي هو القمح. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في اسفل البر فوجد بللا فقال له النبي متسائلا ما هذا فقال اصابته ماء السماء يا رسول الله فقال جمله رائعه هي عنوان الخير ان تمسكنا بها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا أليس عدم إتقان العمل غشاً يخرج الإسلام الإنسان عن دائرة الإسلام؟ أليس عدم إتقان العمل غشاً يعاقب عليه الإنسان حين يقف أمام الله جل وعلا؟ إننا نريد مجتمعاً فاضلاً مجتمعاً راقياً ولن يرقى المجتمع إلا بإتقاننا للعمل ونحنُ في أشد الحاجة في زماننا المعاصر كي ننهض ببلادنا ونعمر أنحاء جمهوريتنا الرائعة بالعمل الجاد المتقن الذي نراقب فيه الله عز وجل والله تعالى أسأله التوفيق والسداد لكل أبنائنا كي ينهضوا بهذا الله الوطن الله يعني العظيم يعني. الذي يستحق منا أن نبذل قصار جهدنا في سبيل رفعته واعلاء شانه. اللهم امين. اشكر لك فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني والحقيقه فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني تحدث في مجموعه من النقاط الهامه جدا وهي مراقبة الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وان العمل الصالح او العمل المتقن هو السبيل الوحيد لنهضة البلاد وعدم اتقان العمل يعد غش وكما يعني كما جاء في حديث الرسول عليه افضل الصلاه والسلام من غشنا فليس منا. انتقل بسؤالي لفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام والحقيقة في هذا المحور في هذه الأوقات أو في الفترة الأخيرة انتشرت مجموعة من السلبيات التي تربط بين العمل وبين الأجر وهناك من يعلل بشكل شعبي بشكل بسيط جدا على قد فلوسهم الشغل اللي أنا ببذله ده على قد المتاح من الأموال. هذا هو جزء من سؤالي للدكتور هاني تمام والجزء الثاني متعلق بالتهاون في عدم اتقان العمل وعدم القيام بالعمل كما يجب ان يكون تفضل دكتور زي ما قلنا لازم نفرق بين العمل وبين الرزق ان العمل هو عباده في المقام الاول هتتحاسب عليه كل واحد فينا هيتحاسب على العمل بتاعه وطالما ان انا ارتضيت بالعمل ده مقابل الاجر اللي الدوله محدده خلاص يبقى لازم التزم، يعني انا هتعين في وظيفه معينه او هشتغل شغلانه معينه والشغلانه دي الراتب بتاعها 1000 ألف 2000 جنيه، خلاص انا المؤمنون عند شروطهم. طالما ان انا ارتضيت بهذه الوظيفه وبهذا العمل مقابل هذا الاجر يبقى لازم انفذه على اتم واكمل ما يكون. لكن بعد كده اخد الفلوس واقصر في العمل بحجه ان الفلوس قليله وان على قد فلوسهم وكل الكلام ده ده تلبيس شيطاني خبيث على النفس البشريه لازم تلتزم حضرتك بالشرط اللي انت ارتضيت بيه المؤمنون عند شروطهم لو ان الوظيفه دي مش مناسبه ليك وشايف ان هي اجرها بالنسبه لك قليل لك ان تمتني عنها وتسيبي المكان ده لغيرك ينتفع بيه لكن احنا عايزين ننبه لنقطه مهمه جدا وان ان عملك اللي بتقوم به هو عبادة في المقام الأول لازم الناس تنتبه لهذا الأمر لازم الناس تاخد بالها من هذا الأمر إن أنا بصرف النظر أو بغض النظر عن ال... ال... الراتب أو عن الفلوس اللي أنا بتقضاها أنا عملي ده عبادة دي من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بيها دي من الوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى أرشدني إليها فأنا عملي عمارتي للكون لل... عمارتي للأرض ده أنا بأثاب عليه في المقام الأول حتى لو لم أتحصل على القدر الكافي من المال وفي الحديث النبوي الشريف سيدنا النبي يقول لنا مثلا ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او حيوان الا كان له به صدقه يعني انت حضرتك بتغرس حاجه بتزرع حاجه لمجرد زرعها ولمجرد غرسها وينتفع بها أي إنسان أو أي مخلوق أي حيوان أي شيء ينتفع بهذا الغرس وبهذا الزرع اللي أنت عملته فلك بذلك صدقة قس على ذلك بقى كل الوظائف وكل الأعمال بتاعتنا كل وظيفة بنقوم بيها وبننفع بها الناس وبنخفف بها عن الناس وبنستغلها وبن في قضاء حوائج الناس كل ده بيعد صدقات لينا وبيعد خير لنا يعود علينا إن شاء الله بالنفع في دنيانا وأخرانا وفي الحديث النبوي الشريف أيضا سيدنا النبي برضو يلفت انتباهنا للنقطة دي إن عملك عبادة سب عليه بصرف النظر عن ليه نتيجة ولا ملهوش نتيجة أنت وظيفتك إنك أنت تشتغل وظيفتك إنك أنت تعمر الأرض طب ثمرة عملك, عملك ده وثمرة وظيفتك ديه أنت مطالب بها لا أنت مالكش علاقة دي بتاعت ربنا أنت بتقوم بوظيفتك عشان ده عبادة عشان دي عبادة هتثاب عليها فسيدنا النبي يقول لنا, مثل يقول لنا مثلا في الحديث الشريف إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها يعني خلاص الـ الـ السماء تدمر والأرض تخرب والقيامة خلاص هتقوم وأنت بتشتغل في وظيفتك معاك زرعة بسيطة بتزرعها في فما تقولش خلاص ده الدنيا خلاص هتدمر والارض خلاص هتخرب فزرعتي كده ملهاش اي نتيجه زرعتي كده محدش هينتفع بيها لا دي مش وظيفتك وظيفتك انت تقوم بيها مجرد غرسك لل لل للزرعه الصغيره دي في الارض من باب العمل الذي اوكله الله سبحانه وتعالى اليك ومن باب ان دي عباده انت كده خدت الثواب بتاعك بصرف النظر بقى في مقابل هتاخده او ما فيش مقابل هتاخده او في مقابل قليل او في مقابل كثير دي قصه تانية الرزق دي حاجه تانية في مقابل حد هينتفع بالكلام ده او محدش حتى برضه هينتفع دي برضه مش وظيفتك دي مش بتاعتك الوظيفه بتاعتك انك انت تعمر الكون وكان سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول اذا سمعت بالدجال بال 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 قد خرج إذا كنت على ودية تغرسها، الودية اللي هي الزرعة الصغيرة، إذا كنت على ودية تغرسها وسمعت بالدجال قد خرج، يعني أنت بتشتغل في أرضك بتزرع الزرع بتاعك وفجأة جالك الخبر إن الدجال قد خرج، يعني دي من علامات الساعة الكبرى خلاص الأيام يعني خلاص هتقوم. إذا كنت على ودية تغرسها وسمعت بالدجال قد خرج فلا تعجل أن تغرسها. يعني ما تقومش مفزوع وتقول خلاص الزرع ده ملوش فايدة وملوش ثمرة ومحدش هينتفع بيها ومحدش هي يعني هياكلها كذا إلى آخره وسمعت بالدجال قد خرج فلا تعجل أن تغرسها فإن للناس بعدك عايشة آه في حد ممكن بكرة يجي ينتفع بالزرعة دي بعد بكرة بعد سنة بعد سنتين مش لمجرد أن المسيخ الدجال ظهر فالأيام هتقوم تاني يوم لا ده لسه في سنوات معينة ولسه في علامات تانية فما تقولش خلاص أن الدنيا خلاص كده يعني خلاص انتهت وأن الزرع ده محدش ينتفع بيه لا وظيفتك أنك أنت تغرس وظيفتك أنك أنت تزرع وظيفتك أنك أنت تعمر الارض تعمر الكون بصرف النظر عن حد هينتفع بده او محدش هينتفع بده واذا حد انتفع يبقى يعظم الخير والثواب ان شاء الله فقصه الربط بين العمل وبين المال او بين الراتب وده امر المفروض ننتبه ليه ودي ثقافه مغلوطه للاسف منتشره في مجتمعنا الاصل في المسلم أنه هو بيشتغل لوجه الله سبحانه وتعالى ليعمر الكون ليعبد الله سبحانه وتعالى عملك عباده اذا اخذت عليه الاجر المناسب من وجهه نظرك فده تحمد الله سبحانه وتعالى عليه واذا لم يتيسر لك الاجر المناسب فانت بين امرين اما ان ترضى بهذا الرزق بهذا المال وبهذا الراتب وتحتسب اجرك عند الله سبحانه وتعالى وانت مثاب على كل حال واما ان تترك هذا العمل لغيرك هناك شخص اخر هو في احتياج الى هذا المال انت شايف ان الراتب ده بالنسبه لك قليل في غيرك شايف أنه هو مناسب فاذا تسيب الوظيفه بتاعتك لغيرك احسن من انك انت تتحصل على هذا الراتب وما تقومش بالعمل بتاعك كما ينبغي فادخلت على مالك حراما فتح الله عليك فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام وأنتقل بسؤالي لفضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني وسؤالي خاص بالتهاون في العمل وعدم إتقان العمل أو هناك من يجمع بين أكثر من وظيفة ولا يؤدي حق وظيفة من هذه الوظائف. نعم. خلينا نعرف المشاهد الكريم بأن التهاون في أداء العمل أو عدم إتقانه اسم وكبيرة من الكبائر. يأسم عليها الفاعل يعني بناخد الحكم الشرعي ده منين بناخد الحكم الشرعي ده هو من حديث النبي عليه الصلاه والسلام صحيح. حديث سيدنا النبي المقابل بيبين بان اللي بينام مجهد ومتعب وحاسس بالم التعب من العمل اليومي اللي هو بيبذله بالنهار بينام وربنا بيغفر له ذنوبه الحديث بيقول ايه من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له يعني اذا احنا بنرقى بالعمل ده الى ان ربنا بيغفر بهذا العمل وبتعبك في العمل بيغفر بذنوب طيب فما بال وانت تغش او انت تقصر او انت لا تؤدي زي ما قلنا دي حقوق وواجبات انت هتاخد حقك اللي هو الاجر الكامل اللي هتاخده طيب الواجب اللي عليك ايه الواجب اللي عليك اتقان العمل الواجب اللي عليك ان تؤديه على نحوه الصحيح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما امرنا بان احنا ما نغشش ونراقب ربنا بيامرنا لان ده بيعود بالبركه والاثر والنفع الطيب على المال اللي بيخش عليك على الرزق اللي بيدخل حياتك على حياتك ككل وحسبنا ان الانسان اذا راقب ربه واذا راقب عمله يرى اثر ذلك فيما يصنع الامثله كثيره من السيره ومن سير الصالحين يعني يكفي ان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يمر في الطرقات ويتفقد حال الرعيه وهو ماشي كده يسمع خلف الابواب المغلقه كما يقولون يسمع حوار يدور بين امراه وابنتها المراه كانت تعمل في عمل انها تبيع اللبن للناس وهي تريد ان تغش سلعتها والابنه تمنعها من ذلك المحصله النتيجه القصه كلنا عارفينها المحصله النتيجه ان هذه الابنه يسال عنها سيدنا عمر ثم يزوجها لابنه ثم يكون النتج والاثر نتجا طيبا واثرا محمودا هناخد امثله كثيره موجوده في السير بتبين ان احنا لما نراقب ربنا ونتقن عملنا سنجد الاثر والبركه وال 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 والمدى الطيب في كل امور الحياه يكفينا يكفينا ان ربنا تبارك وتعالى يثيبنا خيرا ويجعل الاثر الطيب في اولادنا. وفي أرزاقنا وفي دنيانا وفي حياتنا، والرزق ليس عطاء وفقط، وزي سيدنا الإمام الشيخ الشعراوي ما قال إن في عطاء سلبي، يعني ربما إن ربنا ببركة إتقانك للعمل يصرف عنك من السوء ما لا تعلم. ربما إن ربنا ببركة إتقانك للعمل يبارك لك في أولادك. يجعلهم ذريه صالحه يجعلهم اعضاء نافعون في المجتمع كل هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى وليس المقصود بالرزق ان يكون رزقا ماديا وفقط وانما قد يكون رضا الله متمثلا في طاعه الزوج في هدايه الاولاد في صحه الابدان في أمور كثيرة أنت تحسها وتشعر بها وهذا ما نريد أن ننبه المشاهد الكريم إليه لأن فضائل إتقان العمل لا تكون مالا ورزقا مكتسبا وفقط وإنما تكون أمور معنوية كثيرة يسوقها ربنا تبارك وتعالى إلى الذي يتقن عمله هذا بجانب أننا نكون أعضاء نافعين مطيعين لله كما تفضل اخي الاستاذ الدكتور هاني وقال في اول الحلقه والحديث باننا خلقنا لنعمر هذا الكون واذا امتثلنا لامر الله فنحن في عباده وطاعه لله. فتح الله عليكم فضيله الشيخ محمد عيد كيلاني والحقيقه فضيلة الشيخ محمد عيد كلاني تحدث في نقطة مراقبة الله عز وجل وهي سر للنجاح في أمور كثيرة جدا وفي النقطة الثانية تحدث عن البركة عندما تحل البركة في كل أمور حياتك لأنك أتقنت عملك فهذا هو عين الصواب وهو عين البركه في حد ذاتها. انتقل بسؤال وايضا نصيحه من فضيله الاستاذ الدكتور هاني تمام نوجهها لكل من يشاهد ملتقى الفكر الاسلامي وكل من يتعامل مع العمل كانه راتب فقط او يحصل من خلاله على الاجر. كيف نحول فكرة العمل مقابل المال إلى العمل مقابل الإتقان وإلى العمل مقابل مراقبة الله عز وجل في كل شيء النصيحة هي أن كل واحد فينا يحتاط في أمر دينه ويعلم علم اليقين أنه محاسب على كل شيء ومحاسب على كل أفعاله وان التقصير في جانب العباده في امور معينه قد يجبره الاتقان في العمل. زي ما ورد كده ان من الذنوب ذنوبا لا يغفرها الا السعي على الارزاق. يعني ممكن انسان بيقصر في الصلاه شويه، بيقصر في الصوم شويه، يعني مقصر في عبادته لا يقوم بهذه العبادات كما ينبغي. وكلنا يعني مقصرون. هذا التقصير إن شاء الله يجبره نفع الناس ويجبره إيصال الخير للناس عن طريق إتقانك للعمل وخذ بالك في الحديث النبوي الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن أحسن الناس وأخير الناس وأفضل الناس هم الذين ينفعون غيرهم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس منهم هم أحسن الناس يا رسول الله قال أحب الناس عند الله أنفعهم للناس أفضل ناس ربنا بيحبها وربنا بيقربها هم الناس الذين ينفعون غيرهم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس طب وأحب الأعمال يا رسول الله قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا ولا أن أمشي مع أخ في حاجة لي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا فإتقانك لعملك لازم تفكر أن في وراء ثمرة أنا بأتقن عملي عشان أنفع الناس بأتقن عملي عشان أوصل الخير والبركة للناس فإذا أنا عملت كده يبقى أنا بهذا أكون من أخير الناس وأفضل الناس عند الله فخير الناس أنفعهم للناس أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام ونأخذ كلمة أخيرة من فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني أرجو أن تكون في أقل من دقيقة إن شاء الله هو يعني عفوا إحنا قلنا في الأول بأن العمل ممكن يكون عمل جسم جسمي ويتطلب مجهود وبذل جهد وممكن يكون عمل ذهني وده أنا أقصد بمجموعة مجموعة الشباب اللي هم بيتاثروا بالمنجزات العصريه الحديثه وخاصه اللي هم بيقتحموا مجال المعلومات والنت وما الى ذلك. اقول نحن لابد وان ناخذ الجانب الحسن من الثوره المعلوماتيه الموجوده في زماننا الحاضر فاتقنوا اتقنوا هذا الجانب بحب شديد وبعمل يعني دؤوب متواصل. ليل نهار من اجل رفعه اوطانكم وبلادكم وكونوا على يقين باننا ما نحن من نصنع الخير لمن حولنا فكونوا عناصر خير تجلبون الخير لاوطانكم باتقانكم للاعمال والله تعالى اساله التوفيق والسداد وازدهار البلاد سيكون بعملكم المتقن ان شاء الله تعالى اللهم امين يا رب العالمين واذا اردت الفلاح واذا اردت الصلاح واذا اردت التوفيق في كل امور حياتك فراقب رب العزه في كل شيء في كل كبيره وفي كل صغيره لا تعمل فقط من اجل الاجر ولكن يكون العمل باتقان من اجل رضا رب العباد، هذه هي النصيحه الغاليه التي نستخلصها من حوارنا اليوم مع ضيوفي الكرام فضيله الاستاذ الدكتور هاني تمام استاذ الفقه المساعد بجامعه الازهر الشريف، وايضا فضيله الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزاره الاوقاف لشؤون البر والاوقاف. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه ملتقى اليوم من ملتقى الفكر الاسلامي. شكرا شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته